عبر مواطنون من محافظة ميسان عن غضبهم بسبب غرق منزلهم نتيجة أو منازلهم نتيجة هطول الأمطار، فلنشاهد. الحكومة العراقية تقبلون ايش؟ تقبلون عوائلكم تقعد الساعة ب 11 بالليل بتروح نايمة برا صيف وظل جيعان هاي، وزعوا للناس الفقراء وزعونا وشو وزعونا كل واحد 200 متر ما يخسر عادل عبد المهدي ولا خسران نجيب نخلفه. الناس هاي لها حق هنا بالشعب، لها حق لها حصة بالنفط، خلي يعطينا جيل بفرقة جيل بقسطة. والله طقت قلوبنا موتنا، عوائلنا مطفحه بالماء، يقبل هيك الحكومه مالتنا؟ هاي الحكومه هاي الدوله مالتنا تقبل هيك هاي ديوتنا؟ عم من الناس صور الله خليك، صور هاي البيئه ما تعادل عبد المهدي يقرب. احنا صرنا بيئه عم، احنا صرنا بيئه يدبي يتنسبينا. عوائل الشعب والناس لا عائل هذا الماي الله يخليك، تبنون هيك؟ هذا المجرى عم بير، صور المجرى. ايه هاي صور الماي شلون يجري.